السلام عليكم. موضوعنا لليوم هيكون حلقة أو زي ما نتفليكس حابة تقول فيلم بلاك ميرور الجديد. هذه الحلقة أو الفيلم مميزة لأنها بتقدم للجمهور طريقة تفاعلية مع الأحداث في القصة. ببساطة زي ألعاب البلايستيشن، هتلاقي القصة بتمشي قدامك، هيجي البطل في أوقات معينة يكون عنده خيارات أو قرارات مصيرية أو قرارات عادية، تنقي إيش القرار اللي الشخصية هتاخدها، ومع كل قرار تختاره القصة هتختلف والنهاية هتختلف. هذه مو أول مرة نتفليكس تقدم هذه الطريقة، سبق وسوتها في أشياء ومحتوى خاص بالأطفال، أظن ماينكرافت، لكن هذه أول مرة تقدمها بمحتوى خاص بالكبار والراشدين. مو أي محتوى، نتفليكس أخذت أكبر محتوى عندها، أخذت بلاك ميرور، وما أتوقع في محتوى آخر أبداً مناسب لهذه الطريقة في التقديم، لأنها حتختبر قد إيش عقلية المشاهد مريضة أو إجرامية. جميل جداً تعطيني الكنترول أعمل اللي أنا أبغاه في الشخصية. نتفليكس بتقول إنه طول الحلقة ساعة ونص، وبعض التقارير بتقول إنك لو كملت الحلقة بالكامل بكل النهايات حتمتد لخمس ساعات. قبل ما أبدأ أتكلم لازم أوضح، عشان تتفرج بهذه الطريقة التفاعلية لازم يكون عندك حساب في نتفليكس، وللأسف مو كل الأجهزة تدعم هذا النوع، مثلاً أبل تي في ما تدعم، أنا اضطريت إني أتفرج على الحلقة عن طريق اللابتوب. وكثير من الأشخاص في السوشيال ميديا بيقولوا إنهم تابعوا الحلقة عن طريق البلايستيشن. هذا الفيديو حيكون مقسم لجزئين، في الجزء الأول هأتكلم بشكل عام عن القصة، جوانب القوة وجوانب الضعف، وبعدين أدي التقييم كالعادة. في الجزء الثاني هأدخل في تفاصيل القصص والنهايات وحتكون حرق، لا تخاف هأديك تحذير قبل ما أبدأ. أول حاجة نبدأ بالقصة. القصة عن شاب عمره 19 سنة عايش في لندن سنة 1984. نتعرف انه هذا الشاب ملم ومهتم بتطوير الألعاب الإلكترونية، ألعاب الفيديو جيمز هذيك الأيام. هذا الشاب بيشتغل على لعبة أخذ أحداثها من كتاب، والجميل انه هذا الكتاب بنفس فكرة الفيلم والمسلسل، انه الشخصية اللي في الكتاب بتمر بخيارات وقرارات، وكل ما تنقي خيار معين او قرار معين حتروح لأحداث مختلفة، فهو بيحاول ياخذ هذه الطريقة ويسوي منها لعبة فيديو جيمز. حنعيش مع هذا الشاب بكل بساطة رحلته في تصميم هذه اللعبة، حندخل متاهات مختلفة في شخصية الآدمي هذا، في الحياة حقته ككل، عن طريق الخيارات اللي حتجينا في القصة. نبدأ الآن بجوانب القوة في الفيلم. يا أخي الحوارات دائما عظيمة في المسلسلات البريطانية بشكل عام وبلاك ميرور بشكل خاص، وهذا الفيلم ما يختلف عنهم. في مشهد كذا ومن غير حرق بيتكلم عن لعبة باكمان، ما أدري فاكرين لعبة باكمان ولا لا، بم 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 بم. بيتكلموا عنها وبيصير في حوار جميل جدا عن هذه اللعبة. مجانين يا أخي، الكتاب حقهم بلاك ميرور مجانين رسميا. نجي الآن للتمثيل. كل اللي أقدر أقول عنه أنه التمثيل في هذا المسلسل أو هذا الفيلم كان متقن بطريقة جدا جميلة من كل الأطراف ومن كل الشخصيات، رئيسية أو ثانوية. ثالثا التصوير وأماكن التصوير، فعلا عيشوني مرحلة الثمانينات باختيارات الديكورات، باختيارات الأزياء، باختيارات الألبومات، باختيارات المحلات، كل حاجة كانت محطوطة بشكل جميل جدا. أنا شخصيا توقعت أن القرارات حتكون قليلة، يعني أنا كمشاهد حتجيني فترة القرارات في أشياء مصيرية فقط، يعني ثلاثة أو أربعة مرات خلال الفيلم، وتفاجأت إن القرارات من بداية الفيلم لآخره في أشياء كثيرة جدا، سواء سطحية أو مصيرية. بعدين في شيء اسمحوا لي كده إني أتفلسف عليكم، اختيار سنة 1984 كان موفق جدا، خلوني أشرح. أول إنه في ذيك الفترة ما كنا بنعيش الحياة الرقمية حقت اليوم، كل حاجة بتمسكها في يدك، لو عندك خيار بين ألبوم وألبوم، بين شريط وشريط، بين كتاب وكتاب، كل حاجات فيزيكال، حاجات فيزيائية، أقدر أعمل الاختيار جسديا مو عن طريق تليفون أو أي حاجة تانية. الشيء هذا كان مهم جدا في القصة وبيحسسنا فعلا أنه بنعمل اختيار.
ثاني حاجة الثمانينات هي بداية الألفية، بداية الميلينيالز، يعني كل الأشخاص اللي تقريبا بيتفرجوا على التلفزيون اليوم بشكل كبير بداية الميلينيالز من هذه الفترة، فحيفتكروا الأيام هذيك، حتجيهم النوستالجيا، حيحسوا بالأشياء هذه، كل شيء بتشوفها قدامك في المسلسل أو الفيلم أنت عشتها، حيديك حنين للماضي. والصغار في السن واليافعين برضو حيرتبطوا بالقصة لأنه بيتكلموا على فيديو جيمز ومطور للألعاب، والشي هذا مناسب لكل الفئات العمرية. لكن أهم جانب قوة تقريبا إنه عملية الاختيار سلسة جدا، الاختيار ما يحسسك إنك بتختار، وسط الكلام وسط الحدث يجيك الاختيار وعندك 10 ثواني بس تختار، يعني ما يوقفوا انتظروك عشان تقول الاختيار، وما في أي تقطيع خصوصا لو سرعة الانترنت عندك مناسبة، لأنه هنا بتعتمد بشكل كبير على البفرينج واللودينج. Your fate has been dictated. You're not in control. لو جينا الجوانب الضعف يمكن في جانب وحيد فقط. بلاك ميرور معروف بالقصص العميقة، يمكن مو كل الحلقات بتكون قوية، فلو جيت لهذه الحلقة من ناحية القصة تحديدا ما أعتبرها من أقوى الحلقات أبدا. صحيح أن الخيارات جميلة ومتعددة والنهايات كثيرة كمان، والطريقة حق الاختيارات كانت سلسة، لكن القصة كنهاية، القصة كأحداث ما هي بذاك القوة، ما حسيت فيها بالمرض والجنون في الابتكار زي باقي الحلقات المعروفة لبلاك ميرور. أنا شخصياً أتوقع أنه هذا كان مجرد اختبار لهذا التكنيك ولهذه الطريقة في عرض المحتوى للمشاهد. من هذه الناحية نشحوا 10 من 10، لكن من ناحية القصة والاستمتاع ككل أنا أعطي حلقة بلاك ميرور أو فيلم بلاك ميرور الجديد 7.5 من 10. نجي الآن لجوانب الحرق في الفيلم، فإذا ما شفت الفيلم للآن وقف هنا. أول حاجة، إذا أنت حاولت تجيب كل النهايات أكيد أنك لاحظت أنه في عدة أنواع من الخيارات، في خيارات مصيرية، في خيارات سطحية، وفي خيارات في النص. الخيارات السطحية زي مثلا الكورن فليكس، تبغى أي نوع من الكورن فليكس، أي نوع تختاره من الاثنين ما حيأثر في جانب القصة ككل، يمكن قدام تشوف إعلان أو اثنين لهذا الكورن فليكس لكن ما بيأثر في جو القصة العام. ثاني نوع من الخيارات هو الخيارات اللي انت تحسب انه عندك خيار لكن في الواقع انت في اختيار واحد فقط هو الصحيح والسليم، زي مثلا لما نتكلم مع الشركة حق تطوير الألعاب وخيروه تسوي تطوير اللعبة عندنا ولا في البيت. لو قلت بطور اللعبة داخل الشركة القصة حتنتهي بسرعة ونشوف انه اللعبة كانت فاشلة، لكن لازم تختار انه تطور اللعبة في البيت. ثالث نوع من أنواع الخيارات هي الخيارات المصيرية واللي هي فعلاً بتغير جو القصة بالكامل، زي مثلاً بعد ما يقتل أبوه حتدفنه ولا تقطع الجثة. هنا خلينا نتفق إنه ما في نهاية صح ونهاية غلط، ما في نهاية أجمل من الثانية، يعتمد على الخيار الشخصي، يعتمد على مفهومك الشخصي، لكن في نفس الوقت في خيارات أطول، في خيارات أعمق، في خيارات حتخليك تفهم كل جوانب القصة وكل الشخصيات تقريباً. لكن بشكل عام انت تقدر تحكم على النهاية عن طريق التقييم اللي يجي للعبة بعد التطوير. هنشوف دائما في نهايات القصة انه في برنامج تلفزيوني بيقيم الألعاب، يطلع شاب لطيف كده بينتقد اللعبة او شايب ويتكلموا عن اللعبة، الشاب هذا يا حيديك 5 نجوم من 5 نجوم او 2.5 نجمتين او 0 من 5، او ببساطة يتكلموا عنك كخبر انه اللعبة اصلا ما طلعت للوجود. كله يعتمد على الخيارات ويعتمد على الوقت اللي تعطيه للشخصية الرئيسية انه يطور اللعبة، كل ما اعطيته وقت اكثر كل ما قفل كل الجوانب السيئة في القصة حقت اللعبة حقته ويقدمها للعامة وتعجبهم. بعد عدة محاولات اكتشفت انه اللعبة ابدا ما تاخذ 5 نجوم غير لو انك قطعت الجثة، ما دفنتها بالطريقة هذه ما حيلاقوا جثة الوالد بسرعة ويقبضوا عليه، بالطريقة هذه حياخذ وقته انه يقفل كل البجز وكل الايرز اللي موجودة في اللعبة ويسويها بنفس الرؤية اللي عنده. جميل جدا واحنا بنعيش هذا العصر الان، بنعيش حاجة جديدة بنتفاعل فيها مع المحتوى الجدير. بالذكر ماني عارف هل في شركات ثانية حتقلد نتفليكس وتدينا هذا المحتوى ولا، انا شخصيا اتمنى، لكن في نفس الوقت أتمنى أنه مو كل المحتوى يختلف بهذه الطريقة، لأنه أنا من الناس اللي حب أقعد وأتفرج، لا تخليني أخذ أي خيار من وقت للثاني، بس مو طول الوقت ومو كل المحتويات. في نهاية الحلقة يهمني جدا أسمع رأيكم عن الحلقة وأسمع رأيكم عن الفيلم، عجبك أو لا، عجبتك الطريقة التفاعلية أو لا. كان معكم ماهر موصل، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.